بالحلقة الماضية نسيم فكرة شوي غريبة، ضعنا كيف هون ندوق؟ ما كان في يتكون طبق. مشكلة شف منافي، السمك على انقراض، ما حدش هياكل كذا. سيفيتشي يابان، ما رحنا على اليابان. بس في النهاية في قرار لازم يتاخذ. شف مناف، سلم سكينك وامشي. توب شاف كان في الأول حلم، ربحت تجربة، ربحت أصدقاء، لمس بزاف حوايج. بالحلقة القادمة وصلنا الأسبوع 11 ربع نهائي توب شاف. ما بقى في خيمة فوراس حدا. المطلوب من كل واحد منكم إعداد طبق عنده وجهين مختلفين، المالح والحلو. دي أمانة. توب شاف مش أي شاف، الأربعاء 11 بتوقيت بغداد على MBC العراق.